العقار اللي غادي نحلم ديالو شي حاجه اللي هي خياليه، شي حاجه اللي هي رائعه من ناحيه ديال الثمن الموقع والمساحه. اذا سيداتي سادتي مرحبا، الف مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقاريه الرائعه، في العروض العقاريه المنافسه. شوفوا معي ما شاء الله شو جيب لكم اليوم. جيب لكم شقه واحده في الطابق في ار بلس 2. ما هو مطلوب، ما هو مرغوب لدى الجميع. نبدا معكم من الاول، الثمن ديالها ب 520 الف درهم، كنهضروا على 52 مليون. ممكن هذا العقار يكون ديالك، ونزيدك راه ممكن يكون هناك شويه ديال النقاش مع صاحب هذا العقار. ماشي غير هذا الشيء فقط، مازال عندي واحد المفاجاه اللي هي كبيره، مفاجاه مدويه من العبار من عيار الثقيل، اللي هي واحد المطبخ سيداتي، مطبخ من اجمل المطابخ اللي قمت بالتصوير ديالها، ومطبخ اللي هو عمر. وهادشي راه ماشي غير هضره وكلام، وكتعرفوني في الفيديوهات كنكون محايد، ولكن الحاجه فاش كتعجب ماشي مشكل اننا نقولوا اللي كاين. اذا سيداتي سادتي كنقول لكم مرحبا بكم في مدينه مكناس، مدينه التنافسيه في مجال العقار، في الفينيسيون ديالها، وكذلك في الاتقان والجوده ديال العقارات. شقه واحده بالطبق ثمن ديال 520 الف درهم بالنسبه للطبق الثاني، اما بالنسبه للطبق الاول فالثمن ديالو هو 530 الف درهم. اجيو معايا نكتشفوا المفاجاه اللي هي كبيره كما قلت لكم. دابا هاد المفاجاه اللي مخبي عليكم كتكمل هنا. شفت معايا سيداتي سادتي، شوفوا معايا المطبخ كي داير، المطبخ اللي جيت تتراوح، مطبخ من المطابخ الفخمه، المطابخ الراقيه، ولاول مره تشوفوا معايا بان مطبخ فيه لافاسيل ماشي كما اجراءات العاده. كنلقاو لا بلاك فور والميكرووم فقط. اليوم عندي مطبخ اللي هو جاهز، ناقصاتكم غير الثلاجه. نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا بكم من جديد مع طارق وفي العروض العقاريه الشيقه. هذا الفيديو بغيوه يتبارطاجا، لربما يوصل احد ما في مكان ما في العالم اللي تيقلب على عقار بحال هذا باغي يشري. اعزائي المشاهدين، المطبخ ديالي ديال اليوم كيتعطى هكذا بالبالكون ديالو، ونزيدكم بواحد الاطلاله اللي هي بانوراميا، الشوفه ديالك كلها مفتوحه. وعندنا هنايا الصالون ديالنا، وعندنا الساجور ديالنا، جاو حتى هما مفتوحين بهذا الديكور هذا، بهذا الديكور هذا في الامام ديالهم، ديكورات اللي هي جديده. لقد افلح وابدع صاحب هذا العقار. وما عذر اعزائي المشاهدين تقولوا لي لا داعي للاطراء، ولكن شوف واجب الانسان فاش كيتقل العمل ديالو بحال هكذا وتعطينا لوحه فنيه من هذا الشكل، علاش لا؟ علاش ما يستاهلش حتى الاطراء كاع؟ نقولوا اننا كنزيدوا فيه باللغه العربيه، ولكن شوف راه تستاهل. شقه ب 520 الف درهم، 520 الف درهم بحال هذه راه ثمن واعر صراحه، ثمن واعر. اجوا معايا شوفوا معايا كل غرفه على حده. عندنا فيها ثلاثه ديال الغرف، الغرفه رقم واحد هي هذه، الغرفه الاولى في الارضيه ديالها كلها فيها ديك الايحاءات بحال اللي غادي على الخشب، والتخدمات بالطريقه اللي كتسمى الطريقه ديال السبوله هي هذه. شوف كيفاش كيمشي. نزيدو عليها هي بالنسبه للسقف كله داروا بالاضاءه ديال السبوت، داروا فيه التريات ديالو. وعندنا هنايا لتحت بلاكار، بلاكار بالام دي اف، ودايرين فيه كذلك البيبان ديالو كوليس. كما قلنا الثمن ديال العقار بالنسبه للطبق الثاني هو 52 مليون، اما بالنسبه للطبق الاول فهو 53 مليون. كنتواجد بكم بمدينه مكناس، وبالضبط بحي السلام، واحد من الاحياء اللي كتشهد واحد النمو ديموغرافي كبير، بنيا كثير، وكاينه واحد التنافسيه، واحد المنافسه اللي هي في صالح كل واحد باغي يشري عقار من فئه ديال السكن المتوسط. دايرين هنا البليصه فين تحت التلفازه ديالك، مصاوبين بطريقه اللي هي متقونه، فيها البلاكار ديالها لتحت البلاصه فين دير التلفازه. ونزيدو عندنا طواليت ودوش اللي هما بوحديتهم سيبارين، هنا الدوش ديالنا، هنا الدوش هنايا دايرين كلو مزلجه السقف ديالو كامل. وعندنا الطواليت بوحديتها هنايا، الطواليت اللي هي بلديه. قلنا اخر شيء غادي نشوفوه الا وهي غرفه الوالدين، غرفه الوالدين بديكورات اللي هي جديده عصريه من القبص. وكذلك بالنسبه للارضيه اللي دايرين، دايرين فيه ارضيه ما قلت ارضيه اللي كتكون
بحال اللي كنتمشاو على الخشب. إذن سيداتي سادتي، كنتمنى يعجبكم العقار اللي قدمت لكم اليوم، وبصح يستاهل. كنتمنى العقار اللي قدمت اليوم يكون من نصيب احد المشاهدين الاعزاء. كنقول لكم سيداتي سادتي، انتهى العرض، والى اللقاء في عروض مقبله ان شاء الله مع طارق.